تكلمت عن الملك سلمان في دولة الملك سلمان. أدري سمعتك أنا في دولة. تكلمت عن الملك سلمان في دولة الملك سلمان. أدري إثباتك. أنا في دولة الملك سلمان. حسبي الله ونعم الوكيل. أعطيك إثباتي لكن أنا بشتكيك أنا بشتكيك. والله ما تنازل. لا ما نعطي جوال. ما أعطي. مشعل بن خلف ها؟ مشعل بن خلف سجل اسم. مشعل بن خلف. مشعل بن خلف ها؟ والله الاسم والبدلة. قلة أدب. خلف. والله صاعده والله صاعده خلف غبي لكن اضمن حقي اعطيني اثبات اضمن حقي انا اعطيني اثبات ابعطيك اثبات لك اضمن حقي اعطيني اثبات حقي اعطيني اثبات اضمن حقي ايش تبغى مني ايوه هاي وخر خلينا اوقف لا ما نبيك توقف اعطيني خلاص ماني موقف انا واقف اعطيني اثبات ها خليه يتفاهم معايا صح خلي هو يتفاهم معايا اثباتك يا سيد معليش انا عندك هنا ماني خايف ولا شارع لا 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 صادر لك الجوال لا والله ما لا خايف خايف مو من حقك صادر جوال والله مو من حقك صادر جوال والله ما تصادر خايف بشتكيك انا اثباتك لا والله بشتكيك بالدعي العام بشتكيك روح اشتكيك واسمك هذا هو لا والله بشتكيك وتسب الملك سلمان تسب الملك سلمان اقول لك مو شغلي الملك سلمان لا شغلي ولي امري اعطيني ولي امري الملك سلمان ولي امري الملك سلمان تسبه تستهين بالملك سلمان تستهين بالملك سلمان انت بعطيك اثباتي لكن ابى اضمن حقي خلي الرئيس يجي ايوه ليش تتكلم عن الملك سلمان سيدي وتعد راسي سيدي هو قول له ايش جاب اسلوب خايس جاب اسلوب خايس ليش يجينا بالخايس يجي يتمشكل اسلوب خايس ومشي النظام على كيف عشان البدلة ولا دق على عمتك خليها تتصل على الاعلاميين دق على عمتك فين جوال طلع دق على عمتك طلع الجوال تكلم ليش اصرخ قول له هو يهدم من نفسه انا داري دق والله ترى عشانك لابس البدلة النظام حيمشي عليك وعلى اشكالك اسمع دقيقة أوريك الحين إعلامياً وكل حاجة دق على العمو دق على العمو قول يا أخي أقرأ صحيح صبري منصور الموضوع كبير عسكري رابع دماغه هيا مشعل بن خلف دق 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 مشعل بن خلف